قولي بصراحة كده، لما جيت في الأول كده ترسم أربعة شارع شريف من على المسرح الرومي، تخيلت إنه هيبقى بالحجم ده؟ بصي أنا هقول لك حاجة، هو أنا ما تدخلتش قوي، هو كرول برنامج جه قالوا لي هم عاملين الحاجة المناسبة لينا، فالإدارة كانت عاملة كل حاجة بالشاشات ويمكن في حفلة ست ديانا كمان أنا طلبت إن صورتي تتشال ونصورها هي، قلت ما يصحش لازم صورها هي اللي تتحط، بلاش وشيلوا صورتي، الناس عارفة شكلي يعني مش مشكلة، حطوا بس لوجو 14 شريف ولوجو المهرجان. بس الإدارة هي ساعدتنا في كل حاجة بصراحة، يعني هم عملوا، إحنا جينا زي بيقولوا كده عالجاهز. بس الجمهور بقى كنت متوقع انه هيبقى الحضور بالشكل ده؟ مش عارف هبقى مغرور لو قلت اه. لا بالعكس حقك يعني، لا حقك. لا كنت متوقع ان الجمهور هيجي. اولا خلي بالك ان اغلبيه الفعاليات، طبعا انت عارفه المهرجان فيه 300 فعاليه، اغلبيه الفعاليات الجمهور جاي، الناس متعطشه تشوف حاجه حلوه، الناس عايزه تتفرج. يعني احنا النهارده واحنا قاعدين في الحفله لقينا ست فيفي عبده داخله ومبسوطه وقاعده وتسقف ومبسوطه، جمهور ومع الاسر المصريه واطفال ولو تلاحظي جمهور برضو 14 شريف اغلبيته اسره، يعني الاب والام بالعيال والجدود، فدي بالنسبه لي حاجه مهمه قوي، واثبتت ان يعني الناس شافت جمهور البرنامج. اثبتت اولا ان جمهور البرنامج كبير، اثبتت ان المهرجان كمان عامل امباكت او سايب اثر قوي، واثبتت انه قد ايه انت حاجز مكان بجد في قلوب الناس. يعني شريف ما شاء الله ما شاء الله. دي حقيقه. انت النهارده واحنا بنتكلم، لا ان كان محاربات السرطان او حتى الناس اللي جايه من الصعيد وناس جايه من القاهره مخصوص، ما شاء الله من كل مصر. بتختار بقى الفنانين اللي تقدمهم من على مسرح الروماني في 14 شارع شريف، تختارهم على اساس يعني ما ايه الخلفيه اللي انت عايز تقدمها؟ ايه الفكره اللي انت عايز تقدمها؟ اتكلم بمنتهى الامانه، لما نزل السكادجول بتاع الحفلات انا ما كنتش عارف ان انا هعمل حفلات اصلا، فلقيت بصي بقى الشطاره وما تبقي برضو في حته فيها اداره فاهمه، انا لقيت اسمي محطوط جنب طبله الست وفؤاد ومنيب وجنب الست دي انا حداد، فضلت باصص كده للجدول وعندي حاله ذهول، هم عرفوا منين ان انا بحب الناس دي وان انا ممكن اتفاع؟ يعني لغايه دلوقتي على فكره احنا بنتكلم مش عارف، بقى مش انا اللي اخترت، هو الاداره، هم عارفين كل واحد فينا من المذيعين، كل واحد بيشتغل من الاخر في المتحده، هم بيحطوه في المكان المناسب فيه اللي ينور، من اول الفني للمذيع للمصور للبروديوسر، كل واحد محطوط في الحته اللي بيفهم فيها علشان يطلع كواليتي او جوده شغل وشاشه حلوه. دي حقيقة. انا باكد كمان على كلامك،